السلام عليكم. مع التفاعل الشعبي والإعلامي بقدوم سبتمبر واحتفاء بمقدم ذكرى ثورة 26 منه على منصات التواصل الاجتماعي، تعمل ميليشيا الحوثي على نشر لافتات تدعو إلى الإيمان بمبدأ الولاية، وهو ما عده الكثير من المتابعين مضي ميليشيا الحوثي نحو ولاية الفقيه وتكريسها بنظام الحكم في صنعاء على غرار ولاية الفقيه بإيران. خطاب يستخف بنضالات شعب ويقفز على مشاعر الناس وعلى مسلمات الشعب الموضوعية، ويتجاوز فكرة الدولة الجمهورية ودولة المواطنة والديمقراطية إلى تعبئة دينية طائفية صاحبت مشروع الحوثي من إسقاط الدولة. فما هي دلالة نشر هذه اللافتات مع قدوم سبتمبر الثورة، وما تأثيرها على البسطاء من الناس، خصوصا أن اليمنيين لا يزالون يخوضون معركتهم لاستعادة الدولة المخطوفة، وبالمقابل تسعى ميليشيات الحوثي لقطع كل الآمال بوجود حل سياسي يرأب الصدع ويجنب البلاد المزيد من الاقتتال. فكيف يمكن لليمنيين أن يتعاملوا مع هذه الدعوات التي تتعارض مع حلمهم بدولة مدنية، دولة المساواة والقانون والعيش الكريم؟ مشاهدينا الكرام، هذا ما سنناقشه في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة مع ضيفي هنا في الاستوديو الباحث خالد عقلان. مساء الخير أستاذ خالد. مساء النور وتحية لكم المشاهدين الكرام. أهلا بك معنا في هذه الحلقة، وقبل أن نبدأ نقاشنا دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. هذه صنعاء المختطفة والجريحة على شوارعها تنتصب هذه اللافتات التي تحمل في مضامينها دعوات لعودة الإمامة وأطماعا من فكت تراود ميليشيا الحوثي رغم مقاومة اليمنيين لها. صنعاء التي احتضنت أحلام شباب فبراير ونضالات ثوار سبتمبر، الثورتين اللتين خاض أبناؤها نضالات كبيرة نحو تأسيس دولة للمواطنة المتساوية قبل أن تتحول إلى معقل للإماميين الجدد. تعاود اليوم ميليشيات الحوثي محاولاتها لتدجينها بلافتات تمجدهم وتجري في فكرة الجمهورية والعدالة والتبادل السلمي للسلطة من أذهان الناس. فمنذ سيطرتهم على عاصمة اليمنيين سعى الحوثيون لإعادة إحياء الدولة الإمامية ورموزها. فبالتوازي مع حربهم التي قادوها ضد اليمنيين وإسقاط الدولة، كان ثمة حرب أخرى تمضي باتجاه السيطرة على المساجد وفرض خطباء من الأئمة المتعصبين لفكرة الاصطفاء السلالي. ثم بدأت الجماعة بطباعة منهج دراسي تضمن نزاعات طائفية حاولت الميليشيا تعميمه على المدارس قبل أن ترفضه وزارة التربية والتعليم التابعة للشرعية. كتب مدرسية ومجلات تنتجها مطبوعات مؤسسة الإمام الهادي الثقافية التابعة لجماعة الحوثيين المسلحة، جميعها بحسب متابعين تمضي في سياق ترسيخ فكرة الولاية في أذهان الناس باعتبارها أصلا من أصول الدين وليست مسألة سياسية مرتبطة باختيار الناس وانتخابهم. كان اليمنيون قاب قوسين من دولتهم المنشودة ومن تحقيق أهداف ثورة 11 من فبراير بدولة تقوم على العدالة والتنمية والمساواة، قبل أن تقضي ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتواطؤ الكثير على حلم اليمنيين، ما أنكره المبشرون بالحركة الفتية آنذاك من أفكار رجعية لدى الحوثيين تثبتها لافتاتهم في الشوارع التي تؤكد مزاعم نظرية الحق الإلهي التي تدعيها. وهو ما يؤكد أن الحوثيين ماضون نحو مشروعهم في محاولات لاستعادة الملك الذي قضت عليه ثورة سبتمبر. سبتمبر الذي أصبح وعياً ثورياً جمعياً اليوم يحتفي به الناس في وسائل التواصل الاجتماعي ليحرسوا ثورتهم وآمال شعب تاق إلى الحرية والدولة المدنية والمساواة. يزال شعار صرخة الموت ويسجل اليمني أن الناس سواسية لا سادة ولا عبيد، مواطنة متساوية يسودها القانون وقيم الحق والعدالة، فلما يستنكف هؤلاء أن يكونوا كالبشر؟ إذن أستاذ خالد، بداية كيف تتابع قيام الحوثيين في اليومين الماضيين وحتى من قبل، يعني بعمل حملات بها أفكار لعودة الولاية من جديد ومحاولة تجسيد خرافة آل البيت أيضا وغيرها من هذه الأفكار الإمامية؟ في البداية نستطيع أن نجزم أن نقول أن الحركات والجماعات والتيارات التي لديها أبعاد إيديولوجية أو لها طابع كهنوتي
رقعي لا شك أنها تعمق الخلاف الاجتماعي، لأنها تعتمد على تقسيم المجتمع تقسيما رأسيا وتحدث شرخا عميقا في المجتمع. بالتالي هذه الحركات أو هذه التيارات أو هذه الجماعات أيا كانت مسمياتها أو منطلقاتها، سواء كانت في اتجاه اليسار أو اليمين، فإنها هي تحمل في الحقيقة بذور فنائها في ذاتها، ولا يمكن أن يكتب لها الاستمرار والاستقرار. أصبح العالم اليوم قرية صغيرة، ووسائل التواصل تؤثر تأثيرا كبيرا جدا فيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية، وأصبحت الأحزاب السياسية التي تتوسع أفقيا وتعمل على إيجاد أكبر قدر ممكن من القواسم المشتركة هي التي يكتب لها البقاء والديمومة والاستمرار. فبالتالي أنا أعتقد أنه هذه الحركة المتطرفة التي تريد أن تنقض على مشروع الدولة الذي كان مخرجات الحوار الوطني أحد أهم الركائز الأساسية لمشروع الدولة الوطنية القائمة على المساواة والقائمة على العدالة الاجتماعية، أعتقد أن كثرة الترويج لمبدأ الولاية في هذه المرحلة ربما ليس موجه للشعب اليمني. ولمن؟ أعتقد أنه موجه للمتطرفين من أجل التحشيد الداخلي للمؤمنين بهذه الفكرة، وهم المتطرفون السلاليون الذين يكاد يكون عددهم تحشيدهم لماذا بالضبط؟ التحشيد للمواجهة لمعركة البقاء. وأعتقد الطرف الآخر المعني بهذه الرسالة هو بعض الأطراف التي تلتقي مع هذه الميليشيات، وهي أطراف استعمارية دولية تلتقي مع هذه الميليشيات، سواء كانت الموجودة في اليمن أو الموجودة في سوريا أو الموجودة في العراق، أيا كانت تلتقي معها في هدف تفتيت الدولة الوطنية في الوطن العربي. وهذا يعيدنا إلى 100 عام إلى مخرجات اتفاقية سيكس بيكو ونتائج الحرب العالمية الأولى، والتي قامت على تقسيم الوطن العربي على يعني أنتجت هذه الجغرافية المتشظية وأوجدت حدود متداخلة وصراعات حدود لا تكاد دولة عربية مع جارتها تسلم من صراعات الحدود. نحن أمام إعادة فرز وإعادة تقسيم الدولة الوطنية إلى كانتونات، يعني يراد إعادة إنتاج لبنان جديدة أنتجت في العراق، والعراق على مشهد التشظي والتقسيم. الآن هناك استفتاء في شمال العراق في 25 من هذا الشهر يزمع بدفع وإعاز أمريكي شديد لإعادة بعد أن تم القضاء على الدولة العراقية، ونحن نعرف الطبيعة الميليشيوية التي تحكم الطبيعة. طيب أفهم من كلامك أستاذ خالد يعني أن المستهدفين هم أتباعهم من المتشددين، وكذلك يعني يريدون أن يوصلوا، دعني أكمل الفكرة، يريدون أن يوصلوا رسالة واضحة للأطراف الاستعمارية أننا نحن وكلاءكم في المنطقة والقادرين على أن نقسم هذا المجتمع. فبالتالي هذه جماعات وظيفية، جماعات لا تمتد إلى التراب الوطني بصلة، فبالتالي أنا أعتقد أنها تحمل بذور فنائها في ذاتها تماما، لأنها لا تستطيع أن تقاوم المشروع الوطني العريض الذي لا يمكن أبدا أن تدلس عليه مثل هذه الشعارات البائدة التي عفى عليها الزمن. طيب أستاذ خالد، يعني قلت يعني بأنها تستهدف أيضا يعني جماعتها المتشددة أو من يؤمنون بهذا الفكر، يعني أفهم من كلامك أنه بقية الناس البسطاء من الشعب ليسوا مستهدفين ولن تضرهم مثل هذه الحملات أو تؤثر عليهم؟ لا أعتقد أبدا أنها ستكون لها تأثير، لأن الناس أصبحت تدرك تماما أن الجماعة التي صادرت حياة الناس وكرامتهم وتعمدت أسلوبا همجيا في ممارسة الجريمة ومنهجا أسلوب يتناقض تماما مع أخلاقيات المجتمع اليمني تماما ومع القيم المتوارثة للمجتمع اليمني، لا أعتقد أن الناس سيتأثرون بمثل هذه الحملة الدعائية لجماعة. أنا أعتقد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه لو خرج الآن، وهو الرجل الذي قال لو أن الفقر رجلا لقتلته، لو تجسد الفقر بالرجل لقتلته، علي بن أبي طالب الثائر. هؤلاء أتوا بسياسة الإفقار الممنهج ونهب إرادات الناس، ونحن نعرف الوثيقة المسربة الأخيرة إيرادات ميناء الحديدة تكفي لراتب 3 محافظات. فبالتالي نحن أمام جماعة تمارس سياسة الإفقار، وبالتالي أن يتم الكذب على الإمام علي بن أبي طالب بأنهم أتباعه، وأنا أعتقد لو علي بن أبي طالب خرج الآن لقاتلهم لأنهم يمارسون سياسة الإفقار، وعلي بن أبي طالب يقول لو أن الفقر رجلا لقتلته. نعم، إذا أستاذ خالد، يعني الحوثيون أسقطوا الدولة، اقتحموا صنعاء بحجة الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار،
والآن بدأوا يعني تغير خطابهم تماما، يدعون الناس للولاية، أن الحكم لا يحق إلا لهم. هذا التناقض في الخطاب هل بدأ واضحا الآن للناس؟ يعني هل ما زال هناك من يصدق هذه التناقضات في خطاباتهم؟ مسألة اقتحام الحوثيين لصنعاء كان هو عبارة عن عقدة النقمة لعلي صالح، وأراد علي صالح أن يستخدمهم كأداة ووسيلة للانتقام من الشعب اليمني الذي رفض استبداده الذي استمر لمدة 33 عاما. علي بن عبد الله صالح هذا الرجل استطاع أن يكرس الإمامة طيلة فترة حكمه لمدة 33 عاما بتكريس الجهل والتخلف. بالتالي نحن نجد أن هذه الميليشيات أو حتى تنظيم القاعدة الذي استخدم للابتزاز السياسي كلما اقترب اليمنيون من استحقاق سياسي، على سبيل المثال انتخابات مجلس النواب وغيرها، يتم إخراج فزاعة القاعدة. ونحن ندرك كيف استطاع علي صالح ترحيل استحقاقات ديمقراطية كثيرة جدا، وأطول برلمان عمره في العالم هو البرلمان اليمني من 2003، ونحن الآن على مشارف 2017 و18. فبالتالي هذه جماعة وظيفية استخدمها صالح، أراد بها الانتقام من الشعب اليمني، لكنها في الأخير ستأتي عليه، والشعب اليمني يستطيع أن يحدد موقفه تماما من أي جماعة كهنوتية تريد أن تقسم هذا المجتمع وتريد أن تقهره أو تصادر كرامته أو تصادر رزقه وحياته. نعم، إذا أستاذ خالد، يعني الآن نحن في عالم رقمي مفتوح، قرية واحدة كما يقال، هل يعقل أن يعني يبدأ الحوثيون الآن في الترويج لأفكار تحصر الحكم لهم بهذه الطريقة الفجة؟ يعني هناك وقاحة إن صح لي القول في مخاطبة الناس، عدم احترام لعقولهم، هل يعني قد يعني يسلب إلى هذه المرحلة من الغباء؟ دعني أختضب يعني عبارة بسيطة للأستاذ خالد الرويشان في تقديمه لكتاب الباحث ثابت الأحمدي، لديه كتاب حول هذا الموضوع، حول كتاب سمي الهادوية بين النظرية السياسية والعقيدة الكهنوتية. قال بالنص الأستاذ خالد الرويشان وزير الثقافة الأسبق، يقول: إذا كانت الأصول الخمسة في الفكرة الهادوية هي اجتهاد بشري قائم على التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين، ومتطرفية الهادوية أضافوا مسألة إثبات الإمامة في آل البيت، يعني الإمامة في آل البيت هذه ليست موجودة في أصول المعتزلة في ابتداءً. يقول: فإن يصح أن تقول أن ثمة أصولا جديدة باتت تحكم العالم اليوم، أهمها الديمقراطية والعلم والمعرفة الإنسانية والحرية والمواطنة المتساوية واحترام القانون. يقول بعد ذلك: لا تساورني لحظة شك أنها هي الأصول الخمسة الجديدة اللازمة والواجبة لانعتاق اليمنيين اليوم من ربقة التخلف والصراعات البلهاء التي تغتدي دوما بالظلام والفقر والجهل والأنانية. هذه جماعة تتغذى على الجهل، على الأنانية، على التخلف، وتريد أن تستمر في ابتزاز اليمنيين بطريقة فجة وطريقة تتناقض تماما مع العقل ومع المنطق ومع معطيات الحداثة تماما. فبالتالي هذه جماعة لا هي تحمل بدور فنائها في ذاتها، لأنها أصلا تتناقض مع مسلمات العالم الآن يعيش ثورة معلومات. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدق الناس مثل هذه العبارات الجوفاء. أحد الأصدقاء المعلقين علق على هذه العبارة: الإمام بمبدأ الولاية قضية ترتبط بالنصر، حذف الراء وأبدل عنها الباء. يعني الإمام بمبدأ الولاية قضية يرتبط بها النصر. وبالتالي نحن أمام استخفاف كبير جدا بعقول الناس، واضح، وهذه ممقوقة تماما، أعتقد أنها غير مقبولة أصلا منهم. هم يغالطون أنفسهم، فبالتالي هم يروجون أمرا لا يمكن أبدا أن يقبله العقل، أنا أعتقد أنهم يغالطون أنفسهم، والزمن لا يمكن أبدا أن يطول ولا يمكن أبدا أن يمنحهم الوقت فرصة للاستمرار بهذه الحالة. على ذكرك أستاذ خالد، كتاب الأستاذ ثابت الأحمدي، ينضم معنا الكاتب ثابت الأحمدي والباحث من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ثابت. مساء الخير والخيرات، أهلا وسهلا بكم وعيدكم سعيد وتحياتي التنبلية خالصة. وكل عام وأنت بخير أستاذ ثابت. برأيك بداية، ما هي دلالة قيام الحوثيين الآن ب يعني تعليق لافتات الولاية لآل البيت وغيرها أيضا من مفاهيم الإمامة؟
يا عزيزتي، الفكرة الإيمانية من أساسها هي فكرة يعني شعارية، هي يعني فكرة دعائية من أساسها. فكرة الإمامة نفسها ناهيك عن فكرة برامجهم ويعني التي يروجونها أو يسعون لها. المذهب الهادوي أو قول الزيدية كما يشاء عنها هي مجرد برنامج سياسي لا أقل ولا أكثر للوصول إلى الحكم. عن شعاراتنا عزيزتي، أول شعار رفع تاريخيا لهذه الجماعات الأصل الأموية يعني بعنوان الرضا من آل محمد، وقاتلوا عنه خلال فترة الدولة الأموية كاملة حتى أسقطت، ثم جاء العباسيون ورفعوا شعارا آخرا أو واصلوا نفس الشعار. الفاطميون أيضا رفعوا شعار ثلاثي الله ومحمد وعلي هكذا. الصفويون في إيران رفعوا شعار يا علي وهكذا. الحوثيون في الفترة الأخيرة يعني حين بدأوا مشروعهم لعلكم تذكرون يعني رفعوا شعار طرد اليهود، لا نريد طرد اليهود، لا نريد اليهود في صعدة. بعدها قالوا الأجانب في دماج، ثم طردوا أهل دماج كاملا. بعدين قالوا مشايخ عمران مثلا أو مشايخ آل الأحمر بالتحديد، ثم دخلوا صنعاء وقالوا الفرقة وجماعة الإيمان. هذه الشعارات رفعت حتى وصلوا إلى تعز وعدن وكل اليمن بحجة محاربة الدواعش، وكل مرة يرفعون شعارا ويتبرعون بفكرة هي خاطئة من أساسها، مثل خطأ فكرة الإمامة من الأساس. نعم، إذا برأيك يعني هل نجح الحوثيين في تدجين الفكر لدى اليمنيين البسطاء من الناس منذ انقلابهم على السلطة ببث مثل هذه الأفكار الإمامية بين عموم الناس وخاصة شمال البلاد؟ الأفكار يقال يعني كلمة منسوبة لابن رشد، إذا أردت أن تمرر فكرة ما فألفها بالدين. هذه الجماعة تستغل الجماعات الأمية وأنصاف المتعلمين وتشتري من تعلم أو أصحاب الفكر أو المثقفين بالمال، لكن في الأغلب هي تستغل هؤلاء الجهلاء الأميين، ولذا لا يجد له هذا الفكر الإيماني المتخلف لا يجد له أتباعا إلا في البيئات المتخلفة، في البيئات الأقل تعليما، في البيئات التي لم تحظى بقدر معين من التعليم من الثقافة من غير ذلك. ولذا يحرصون عبر تاريخهم إلى تجهيل المجتمعات وبدونة القبائل والشعوب ليتسنى لهم تمرير أفكارهم المتخلفة. أما في المجتمعات المتعلمة فهيهات أن تجد لها يعني تابعا واحدا تبيعه هذا الهراء. نعم. وهذه الخرافة. نعم، لكن أستاذ ثابت يعني هذه الأفكار خاصة يعني ولاية البيت هي تعتمد على مرجعية دينية، خاصة حق الحكم في البطنين، تراث ديني إن صح القول، وهو للأسف ما يستغله من يقوم بهذه التعبئة. يعني بالذات بعد انقلاب الحوثيين واستيلائهم على صنعاء تم تغيير العديد من أئمة الجوامع، تم تغيير حلقات القرآن واستبدلوها بمعلمين من قبلهم. لا تنسى أن تأثير الجامع بالنسبة للمواطن اليمني له تأثير كبير، يعني خطبة الجمعة، يعني الدروس التي بين صلاتي المغرب والعشاء. كيف يمكن يعني تفكيك مثل هذا الازدواج او محاوله يعني او المحاوله لربطه ايضا بالدين من قبلهم؟ يا عزيزتي، يعني هم منذ قديم الزمن يرفعون هذه اليافطة، وليس هناك نص صريح قطعي الثبوت قطعي الدلالة يقرر أن الولاية حق من حق آل البيت كما يزعمون. هناك نصوص متشابهة وأغلبها خلقت أو اختلقت لهذا الغرض تحديدا، هم يعتمدون عليها وأغلبها مكذوبة. أجزم أن لو نزلت فيهم الآيات التي نزلت في بني إسرائيل لكانوا شيئا آخر. يعني يعتصفون الآيات الظاهرة في القرآن الكريم بحجة أن القرآن الكريم باطل، يعني ظاهرا وباطنا. هم يستخدمون كما قلت هذه المتشابه ويمررونه فقط على الجهلة الذين تنطلي عليهم مثل هذه التأويلات البسيطة. أما من في يعني من يحظى بقليل من التعليم وبقليل حتى من العقل يعني او التعقل فلا يمكن ان تنطلي عليه تلك الاكاذيب. نعم، اذا هناك من يقول استاذ ثابت ان التراث السني هو المخزون الرئيسي لافكار المذهب الجارودي والزيدي ايضا، ما رايك انت كباحث؟ للاسف هناك يعني في التيار السني
يعني بعض الأفكار التي تخدم هذه الجماعة وتحديدا عند الصوفية التي تعتبر البوابة الخلفية للتشيع والتي ينفذون منها. وتاريخيا نحن عرفنا قسمين من التصوف، التصوف التشيعي الذي كان في العصر الفاطمي تحديدا، ثم التصوف السني أو التسنني بالأصح. واليوم ما يجري عالميا وقطريا وعربيا محاولة إعادة التصوف التشيعي الذي يسعى لتقديس وتقدير من يسميهم آل البيت، وكلاهما توأمان، الفكرة بالنهاية واحدة، وهم جماعة يعني مستسلمة بشكل عام، وجماعة سلبية لا تنتمي لشعوبها بقدر ما تنتمي إلى أفكار وإلى خرافات يعني بعضها شاذة وغريبة. نعم، إذا من خلال متابعتك أستاذ ثابت لي يعني ما يدور في الشارع اليمني، هناك يعني كما تفضلت الناس لم يعد هذه الأفكار يعني تأخذ منهم الكثير من التفكير، يعني أصبحوا يرفضونها بالمطلق، وربما يعني قد قفزوا على الوقوف عند هذه الأفكار والبحث عن دولة مدنية مكتملة الأركان. يعني نحن لاحظنا حتى على مستوى طالبات مدارس وطلاب مدارس رفضوا ترديد الشعار، يعني إذا كان طلاب مدارس بسن الطفولة رفضوا مثل هذه الأفكار، فما بالنا بمن هم يعني أكبر. هل يعني نستطيع القول بأن مهما حاولوا من رفع يافطات أو تأثير من خلال المساجد أن هناك فعلا من سيقف لهم من الشارع اليمني البسيط؟ فكرة الإمامة هي دخيلة ليس على اليمن فقط وإنما على المنطقة العربية من أساسها. فكرة الإمامة وفكرة آل البيت هي يعني فكرة جاءت من فارس وأورثت غرسا في أكثر من مجتمع عربي، واستوى بها المجتمع اليمني وبعض المجتمعات العربية طويلا. واليوم الناس يبحثون عن الدولة المدنية، الدولة الضامنة للجميع، سئموا مثل هذه المذاهب، سئموا مثل تلك الدعايات الزائفة، سئموا المذهبية والصراع. الناس اليوم يبحثون عن دولة مدنية جامعة تحكم الصغير والكبير، لا فضل فيها لأحد على أحد. يعني هم طبعا مدركون قيمتهم لمدى رفض الناس لهم في الشارع، فيلجؤون إلى فرض هذا الفكر بالقوة وترويجه بالقوة وبمبالغ مالية مهولة جدا وباستخدام أدوات الدولة أيضا لترويج فكرهم. ولكن على أي حال مهما كان فإن يعني فكرهم هذا لقد سقط في أوائل الستينيات من القرن الماضي وهو دولة قائمة، فكيف لهذا الفكر أن يعود اليوم من خلال عصابة ملاعقة ميليشيا مسلحة؟ لا يمكن أن تعيد هذا الفكر. الإمامة نفسها سقطت وهي دولة قائمة، فلا يمكن أن تعاد من خلال ميليشيا مسلحة وملاحقة أجمع عليها الشعب أو أجمع على ملاحقتها وعلى مقاومتها. نعم، إذن برأيك ما هو المخرج من كل هذه الأفكار التي يعني تعبث بحاضر الدولة المدنية ودولة اليمنيين؟ يعني هل كان مثلا الدستور الجديد ضمان من هذه الآثار السلبية لكل هذه الأفكار، أو ما الذي يمكن يعني أن يشكل ضمان لعدم الدخول في مثل هذه المستنقعات إن صح لي القول؟ نحن أمام يعني سيناريوهات مرسومة يعني على المدى الحالي وعلى المدى القريب وعلى المدى المتوسط. في الوقت الحالي نستطيع أن نقول أن المقاومة والكفاح المسلح هو ما يستوجبه الظرف. على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد أيضا يجب تجريم ما يسمى بالهاشمية السياسية بقانون برلماني، ويلاحق من يتبنى هذا الفكر كما هو الشأن مع النازية الألمانية التي تم تجريمها لأنها استحقت المجتمع الألماني. نفس الخبر يعني هذه الجماعة أو الهاشمية السياسية تحديدا استحقت المجتمع اليمني، وبالتالي فيجب أن تجرم بقانون، ويجب أن يعني أن تواجه بالتعليم. التعليم 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 دائما نقول وهو الرهان الأكبر الذي يمكن أن تواجه به هذه الجماعة وتحديدا في إقليم أزل وما جاوره. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ثابت الأحمدي الباحث والكاتب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أستأذنك أستاذ خالد أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ خالد. استاذ خالد، هل تعتقد ان يعني لا يزال هناك من الناس من يؤمنون بمثل هذه الخرافات، غير طبعا العصبه الهاشميه التي يعني هي مؤمنه ايمان كامل لانها جزء من هذه المصلحه؟ كما اشار السيد ثابت الاحمدي بان هذه الحركه تنشط، او هذه الفكره الكهنوتيه اصلا هي للترويج السياسي، ليست عباره عن عقيده يمكن من خلالها ان نقول ان هناك مؤمنين حقيقيين يحملون فكره يقاتلون من اجلها، من اجل انها فكره صائبه، هي فكره للابتزاز السياسي لا اقل ولا اكثر. بالتالي تجد انها تتكرر وتتغير شعاراتها من وقت الى اخر، احيانا باسم القرآن، واحيانا باسم اخراج اليهود من صعده، واحيانا باسم اخراج السلفيين او التكفيريين من صعده وغير ذلك. السفير الامريكي يقول بوضوح ان نحن نفهم ماذا يريد الحوثيين، ويقول ان هذا يعني الشعار لا يقصدونه، يعني لا يقصدون الشعار. حتى الاخو يحيى الحوثي في ألمانيا في أحد المقابلات يقول أن هذا الشعار مجلد كلام، يعني ليس مفرغ من الحقيقة. إذا كان هؤلاء يقولون أن شعاراتهم مفرغة من حقائقها وأنها عبارة عن جماعات وظيفية تؤدي دورا مرسوما لها ضمن المنظومة الاستعمارية التي تسعى إلى ابتزاز الدولة الوطنية وإلى تفتيت المجتمعات، باختصار شديد نستطيع أن نجزم ونقول أن الخطاب الذي يعود إلى فكرة كهنوتية قد عفى عليها الزمان إلى أكثر من 1000 عام هي جديرة بالفشل. إذا كانت فشلت الشيوعية التي كانت هي قائمة أصلا على مبدأ العدالة الاجتماعية وكانت تحكم ثلث العالم بالحديد والنار، فشلت لأنها لم تعمل على المواكبة فيما يتعلق ب يعني الانفتاح الاجتماعي وإيجاد تعددية ديمقراطية سياسية. بالتالي نجحت الرأسمالية لأنها كان هناك حرية الفرد وكان هناك حرية الحرية الاقتصادية. فشلت الرأسمالية الشيوعية رغم أنها كانت تحكم ثلث العالم بالحديد والنار. فشلت حركة الإخوان التي يعود خطابها إلى قبل حوالي 80 عام لأنها لم تواكب متطلبات خطاب الربيع العربي بعد 2011، رغم أنها حركة لديها أثر اجتماعي فيما يتعلق بالخدمات، لكنها فاشلة لأن خطابها متخلف. فبالتالي هذه الحركة التي تركت جرحا نازفا في كل بيت، والناس الآن تنتظر رواتب، الناس تنتظر الآن تنتظر أن تكون أن تجنح هذه الحركة المتطرفة للسلم، أقل شيء تجنح هذه الحركة المتطرفة للسلم مع شريكها المؤتمر الشعبي العام. نحن رأينا وشعرت بندم للمشهد، وحقيقة أنا تألمت كإنسان للمشهد حينما رأيت أحد الناس الذين يقتلون في صنعاء وهم شركاء نائب رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام، والفيديو الذي تسرب وهم يدسون على جثته، هذا مشهد مخزي جدا، ومشهد يعري هذه الجماعة أن جماعة هذا الطابع ميليشيوي. إذا كانت تتعامل هذه الجماعة مع شريك سياسي لها ويتم خالد رضي رحمه الله، نحن نتكلم بمشاعرنا كبشر وكيمنيين، يعني ان هذا المشهد مثل هذا الموقف، هذه المشاهد تدل على ان هذه حركه متخلفه كهنوتيه لا يمكن ابدا ان تؤمن، ان تؤمن جانب وان تتوافق مع احد، ولا يمكن ان تتوافق حتى مع القيم الانسانيه الاصيله ايا كانت، والموروث الاصيل للقبيله اليمنيه، الموروث الاجتماعي قفزت عليه. بالتالي نحن امام حاله غريبه جدا، سيكتب لها الفشل، وبالتالي هي تحمل بذور فشلها في ذاتها، هي لا تتوافق، وستكون هناك انشقاقات في الداخل فيما بينها. نحن نعرف تصريحات العماد السابقه حينما تكلم عن ان هناك ثراء فاحش في صنعاء على حساب المواطنين، على حساب الفقر، على حساب الشديد، يعني الفقر الشديد، الفقر المدقع. نحن نعرف انه علي البخيتي الذي كان الناطق السياسي باسم هذه الجماعه اصبح يعني يتبرأ منها وينقدها، وأقصد أن هذه الجماعة حكمت على نفسها بالفناء، وهي أعتقد قد استفرغت كل ما لديها من شعارات كاذبة. نعم، إذن طالما يعني مثلا كما تفضلت يعني كبار الرموزية يتحدثون بأنه مجرد شعار لا يقصد به شيء، فارغ من معاني، مفرغ من مضمونه، أو من مضمونه، يعني لما يعني يصرون على ترديده، على ترديد بعض الشعارات الأخرى؟ يعني تناقض واضح، يعني إذا كان شخص يقول بأنه شعار مفرغ من مضمونه ويحتفون بيوم الصرخة، يعني كيف للناس يعني أن يستوعبوا مدى هذا التناقض، خاصة يعني من هم منضوون تحت ظلهم؟
هذا السؤال حقيقة هو سؤال محير يوجه لمن لا زالوا يكذبون على أنفسهم، والأبشع أنهم يدركون أنهم يكذبون على أنفسهم بطريقة حقيقة تتناقض بشكل غريب للغاية. هذه الحركة بممارستها لهذا الكذب بهذه الطريقة الفقة لا شك أنها تفقد كل يوم مصداقيتها بنفسها، وسيجد الكثير من الذين كانوا من الذي مثلا بعضهم قتل في مسيرة هذه الجماعة حينما اقتحمت العدن وحينما اقتحمت تعز وحينما ذهبت إلى الضالع. كثير الآن لا توجد بيت إلا وفيها شهيد أو جريح ممن لبوا هذه الصرخة، وهم يريدون قتال أمريكا وقتال إسرائيل، والأخير يتم تفجير بيوت المواطنين ويتم ضرب المدن الآهلة بالسكان وتمزيق جثث وتمزيق أجساد المواطنين من أطفال ونساء ومدنيين في الأسواق كما يحصل في كثير من المدن، منها تعز وقبلها كما حصل في عدن وفي الضالع وفي كثير من الأماكن. فبالتالي نحن على العقلاء حقيقة، هذا نداء يوجه على العقلاء إن كان هناك عقلاء لازال في هذه الحركة الحوثية. الإخوة العقلاء عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يعودوا لرشدهم، وعليهم أن يعودوا لقيم الإنسان اليمني الأصيل، وأن يجنحوا للسلم. هذا هو خير لهم من أن ينتحروا، لأن العناد والإصرار على والمكابرة على مثل هذه الشعارات الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ويراد منها مزيد من الابتزاز ومزيد من الحشد الفارغ، هذه ستضرهم أكثر. وخير لهم يعني أن يعودوا إلى حضنهم الاجتماعي وإلى السلم الاجتماعي وأن يعترفوا بخطئهم، خير لهم من أن ينتحروا بهذه الطريقة التي ستكون لها آثار عميقة عليهم وعلى المجتمع ككل. نعم، إذن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث من اسكتلندا. مساء الخير دكتور أحمد. مساء الخير، أهلا بك دكتور أحمد. يعني لافتات طائفية عم صنعاء، وقد حصل هذا من قبل، يعني ليست المرة الأولى، وحصل أيضا في المناهج الدراسية بعض التعديلات خاصة بعد سيطرة الحوثيين. برأيك ما هي مخاطر ذلك على الهوية اليمنية؟ بداية العين مبارك للجميع لكم المشاهدين. يعني يجب أن لا نتوقع حقيقة من الحوثيين أكثر من ذلك. يعني الحوثيون يذهبون يختارون الذهاب إلى أقصى درجات التطرف الآن، بالتطرق لمسألة الولاية، وهي مسألة قد أكل عليها الدف وشرب كما يقال، للذهاب إلى أقصى درجات التعصب المذهبي والاستقطاب المذهبي والمناطقي وما إلى ذلك. وهذا خطر ليس فقط على المجتمع اليمني، بل على المنطقة برمتها، على الحوثيين أنفسهم. عندما نذهب بهذا الشكل للخطاب في وقت يعاني المواطن اليمني من الكوليرا والفقر والمجاعة، وأصبحنا في قاموس العالم الآن كأكبر كارثة إنسانية، ثم نولي الأهمية لولاية علي بن أبي طالب الذي كان موجودا قبل 1400 سنة. نعم، هي نوع من السذاجة السياسية، نوع من العباطة حقيقة لا أقل ولا أكثر. يعني التعاطي مع هذا كان الموضوع يصير عندي يعني مش حقيقة غثيان، وصدق لي غثيان أن نتحدث عن ولاية علي بن أبي طالب في بلد أصبح كارثة، يعني كارثة. نعم، ألا يعد مثل هذا الحديث عن ولاية عن الولاية استفزاز لعقول الناس أيضا، واستخفاف بعقول يعني بهم، خاصة يعني في ظل احتياجهم للراتب، احتياجهم لحديث مسؤول، لحديث يعني يجدون البذخ الحاصل لكثير من قاداتهم، وهناك طباعة كل هذه اليافطات، وفي نهاية الأمر يعني لا يجدون الناس راتبا على الأقل. حقيقة القول عندما نجد التاريخ الإنساني بشكل عام، هنا مثلا في أوروبا خاطب هتلر ألمانيا بالوطنية الألمانية تماما، ذهب للنازية، موسوليني كذلك هناك في إيطاليا حشد الناس، كما حاول أن الحوثي يحشد الناس بناء على المذهب، لا يكيد الحوثي اللغة الوطنية ولا ما قام به المتطرفون في أوروبا سابقا، كان يلقى لولاية علي. تذهب هذه المجموعات المتطرفة لشعارات جوفة لحشد الناس، المادة الخام التي يستخدمونها هي جهل الناس، عواطفهم وجهل الناس. هم يتحركون في فضاء 60
50% من الشعب اليمني للأسف الشديد ما زال يعاني من الأمية والجهل، يتحركون بهذا الفضاء. قضيتنا الأساسية في اليمن يجب أن تكون التنوير. الشعب اليمني عندما يتلقى جرعات من التنوير والتعليم بشكل حقيقي تصبح مثل هذه العبارات عبارة عن ترهات لا تنطلي عليه. ولكن للأسف الشديد أنا أتألم على الشعب اليمني الذي يعاني من الجهل، والذي تعمد علي عبد الله صالح عبر 3 عقود لإفشال التعليم وإحداث أكبر قدر من التجهيل في المجتمع، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. كيف يتقبل الطفل الآن في القرن 21 لأن يتقبل فكرة الإقصاء بهذا الشكل المرهش، بأن الولاية فقط في بيت ما أو في سلالة ما هم الأحق في الحكم؟ نحن نلغي 1.5 مليار لنقول فقط الحوثي وسلالته هم الأحق بالحكم في هذا الكوكب. هذا الكلام أيضا يتناقض حتى مع حقوق الإنسان. لو تطرقنا وتواصلنا مع منظمات حقوق الإنسان في العالم فسوف تدين هذا، لأنه أصلا مش فقط يعني قصة مجموعة ترفع شعارا هناك في اليمن، إنما قصة تتطرق لقضية إنسانية إقصائية في غاية البؤس حقيقة. نعم، إذن يعني برأيك الدكتور يعني ما هي مدى مخاطر مثل هذه الأفكار على ثقافة الجمهور، خاصة في المناطق التي يسيطرون عليها ويسيطرون على مساجدها ويسيطرون على مناهجها، يعني أم أن الجمهور أصبح أكثر وعيا لكل هذا الهراء؟ أحيانا جزء من العلاج أن نترك المريض يعرض ما لديه، أن يعبر عن كل ما لديه، كما حصل هنا في أوروبا. اليمين المتطرف في أوروبا مثلا تم إقصاؤه، ثم الآن لدينا أحزاب في أوروبا الغربية، هنا أحزاب في غاية التطرف لكن أحزاب مرخصة تمارس العمل السياسي ولا تصل للبرلمان. على سبيل المثال الحزب الوطني البريطاني هنا حصل على صفر في البرلمان بعد عندما عرض أفكاره المتطرفة على الناس، تجاهلوا. الحوثي نحن ندعوه إلى أن يكون جماعة حزبية، فليعرض ما يريد، يتحدث عن الولاية 24 ساعة، ما عندنا مشكلة معه، لكن بطريقة ديمقراطية، ولكن ليس بخفض سلاح الدولة والانقلاب على الدولة ثم يفرض عليها ولاية علي بن أبي طالب. هذا الكلام في القرن 21 عبارة عن ترهات. الآن نحن الآن الولاية الآن للعلم والتكنولوجيا والتقدم الاقتصادي وما إلى ذلك، وليس لخلافة رجل كان، مع احترامنا لعلي رضي الله عنه، نحن نجله ونقدره كمسلمين لا شك في ذلك، ولكن علي بن أبي طالب خلقه الله سبحانه وتعالى قبل 1400 سنة ليناسب عصرا سياسيا كان في ذلك المرحلة مناسبا. حتى لو رأينا القرآن الكريم لم يتعرض ولم يأتي بقصة كيف تكون صيغة الحكم في العالم الإسلامي أو في المجتمع المسلم، لم يتطرق له لذلك، ليس لعيب في القرآن، ولكن لأن القرآن الكريم والإسلام يحترم العقل الإنساني الذي يتطور مع مرور التاريخ لينتج أنظمة سياسية تتناسب مع العصر. الخلافة الراشدة وما إلى ذلك كانت تتناسب مع ذلك الوقت، ولاية علي وما إلى ذلك أيضا هي فرها، لا توجد ولاية في الإسلام لأحد ما، وإلا فلن نختزل نحول الإسلام العظيم من دين عظيم إلى دين أو إلى مقولة أسرية وترهات. هذه هنا أصلا للإسلام. نعم، إذا برأيك الدكتور يعني كيف يمكن مواجهة مثل كل هذه الأفكار؟ كيف يمكن توعية الناس؟ كيف يمكن أيضا أن يقفوا عند هذه المهازل والاستخفاف الكبير بعقول الناس؟ كما قلت، المجتمع اليمني بحاجة لمزيد من التنوير، من التعليم الجيد. للأسف الشديد الآن الحرب أيضا وقفت للجهل نسب أكثر وأكثر، وسببت أكثر مشاكل للمجتمع اليمني، لأن التعليم متوقف في كثير من المدارس. ولكن هذا لا يعيقنا الآن من تعريب المجتمع اليمني كما قلت لمزيد من التنوير. نوضح للناس بشكل هادئ عبر ناس مفكرين، عبر ناس مثقفين، ما خطورة ما يطرحه الحوثي من قصة ولاية الفقيه أو ولاية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وما إلى ذلك. الناس بحاجة إلى تعليم، لأن في الأخير لا يصح إلا الصحيح. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الدباعي الباحث الأكاديمي، كنت معنا عبر الهاتف من اسكتلندا. عودة إليك أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني هناك من يربط هذه الحملة
بقدوم شهر سبتمبر، يعني اليمنيون يستعدون للاحتفال بذكرى ثورتهم المجيدة، هل للأمر دلالة ما برأيك؟ هو لا شك أن هناك يعني محاولة للربط، أن محاولة لاستفزاز مشاعر اليمنيين أن ثورة سبتمبر قد انتهت، وأعتقد أن توقيت انقضاضهم على صنعاء وعلى العملية السياسية في 21 سبتمبر هو كان يحمل نفس الدلالة ونفس الرسالة، وهم يريدوا يعني إعادة اختبار يعني إعادة اختبار نفس اليمنيين وقس النبض. نعم، حتى أن بعضهم يقول أنهم أرادوا 26 سبتمبر ولكن ظنوا أن هناك سيكون مقاومة فكانت تخطيط ل 26 سبتمبر ولكن حدث في الوقت. نعم، فيما يتعلق بالانقلاب. نعم. لكن أعتقد أنه هي في إطار الغباء الممنهج الذي تقود هذه الجماعة نفسها والمجتمع إلى انتحار جماعي، لكن في الأخير ستدفع ثمن باهظ للغاية كونها يعني أحدثت شرخا عميقا جدا في المجتمع وتركت جرحا في كل بيت نازف. لا شك أن هذه الحركة أصبحت مأزومة للغاية في خطابها، مأزومة في تصرفاتها، مأزومة في تناقضاتها الفجة والكبيرة جدا. على سبيل المثال الآن هم يقولوا العدوان ودول العدوان، لكن هناك ستكشف الأيام وستكون هناك فضيحة مدوية وكبرى أن هؤلاء يعقدون اتفاقيات تحت الطاولة مع أحد الأطراف الموجودة في دول العدوان على اليمن، وستكشف الوثائق أنهم شركاء أصلا مع هذا العدوان على اليمن وأنهم عبارة عن ذريعة وعن أداة فقط وعن لجر هذا العدوان الذي يحاول أن لا يكون هناك مؤسسة عسكرية حقيقية في اليمن، لا يريد أن يكون هناك عودة لمشروع الدولة، يريد إجهاض مشروع التغيير في اليمن. هناك حق تاريخي لبعض الدول الإقليم لا تريد اليمن أن يكون مستقرا، وبالتالي نحن نلاحظ مؤشرات ذلك كثيرا، وسيكشف التاريخ أن الحوثيين لم يكونوا مطلقا ضد العدوان، أنهم أحد أدوات العدوان الذي أنهك مشروع الدولة. نعم. إذن يعني هل تتوقع يعني هناك أيضا من يقول أن تكثيف هذه الحملة ذات الطابع الإمامي الخالص أيضا يمكن أن يكون لها جزء أو علاقة بالصراع القائم اليوم بينها وبين صالح؟ بالنسبة لصالح أنا أتفق مع الدكتور فيما يتعلق بأنه صالح ورث عن الإمامة سياسة التجهيل، هو أفرغ التعليم من محتواه كما أفرغ الديمقراطية من محتواها علي صالح. علي صالح ويعني الرقص على رؤوس الثعابين، أنا أذكر أنه المرحوم بورقيبة حينما تكلم مع القذافي لماذا يمارس سياسة التجهيل على شعبه ونصحه نصيحة ذهبية المرحوم بورقيبة للقذافي، يقول له أن يثور عليك شعب متعلم خير من أن يثور عليك شعب متخلف جاهل. ونحن نعرف نهاية القذافي، صالح كل نفس بما كسبت رهينة، صالح سيدفع ثمن عبثه بعقول الناس وممارسة سياسة التجهيل، وستكون نهايته على يد هذه الجماعة التي هي أحد نتاجات سياسة التجهيل وستدور عليه الدوائر. وبالتالي كما يقال أن العدالة الإلهية تأتي من الباب الذي أنت تمارس منه البشاعة أو الإجرام أو الجريمة بحق الشعب. إذن يعني ختاما أستاذ خالد، هل ترى أن الآلة الإعلامية للشرعية فاشلة في تحطيم هذه الخرافات، تعزيز الهوية الوطنية، تنوير الناس بما يحدث؟ أعتقد أن الانقلاب قد سقط من فترة طويلة للغاية، وأن الفراغ الحاصل هو الذي سبب هذه الحالة من هذه التورمات والتشوهات، وهذا المظهر الذي نشاهده في صنعاء أحد هذه التشوهات الكبيرة. وأنا لا أعتقد أبداً أن الانقلاب لا زال قائماً لعوامل ذاتية، إنما بسبب عدم وجود من يسد فراغ في القيادة، والفراغ في عودة المؤسسات، والفراغ في تلبية متطلبات صحيح. حياة الناس الناس ينتمون في هذا الأمر للدولة. نعم، الناس يريدون الدولة حتى في صنعاء، الناس يريدون الدولة صحيح. في صعدة الناس تريد الدولة. هناك حينما سكت اليمنيون على النكبة التي حصلت في صعدة 300 ألف من أصل 800 ألف شردوا في إلى حدود 2012 و2013 300 ألف، يعني أكثر من 40% من سكان صعدة شردوا. حينما سكت اليمنيون على ما حصل في صعدة تحولت اليمن كلها إلى صعدة. أعتقد أن الناس ستكون الناس الآن أكثر يعني حرص على عودة الدولة، ولا حل إلا بالدولة،
وأعتقد أن عودة الدولة هو الحل الوحيد لنا وللإخوة الحوثيين ولكل شركاء الوطن ليعود الجميع إلى العقل، ووثيقة الحوار الوطني هي المنجز التاريخي الذي يجب أن يلتف اليمنيون حوله جميعا. إذن شكرا جزيلا لك خالد عقلان الباحث، كنت معنا في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.